السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد، حلقة جديدة كونسيرنون الهجرة، بكل ما يتعلق بالهجرة. أول حاجة نطلب منكم، بالنسبة للناس الجداد اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا، يتابوناو في لاشين وبارطاجيو هادشي، غنقول إنه مهم جدا، يقدر يفيد بزاف ديال الناس. فبالنسبة للناس اللي باغيين يهاجروا لبريطانيا ولا لانجلتير وعندهم صعوبات من اجل التاشيره ولا صعوبات من اجل الحصول على الاقامه ولا صعوبات اون جينيرال، فهناك طريقه انك تهاجر لبريطانيا بدون صعوبات التاشيره. فيمكن لك انك تاخذ تاشيره عبر الانترنت، انك تعمر الاستماره وتاخذ الفيزا ديالك فاسيلمون. كيفاش؟ كاين جزيرة مونتيسيرات، هي جزيرة تابعة لبريطانيا، هي جزيرة تابعة لبريطانيا. فهاد الجزيرة هادي يمكن لك تاخذ فيزا سياحة وتمشي ليها فاسيلمون بطريقة سهلة جدا عبر الانترنت. فاش كتاخذ التأشيرة ديال هاد جزيرة مونتيسيرات، كخصك تمشي لمونتيسيرات، كتمشي ليها عبر طوكيا، كتمشي لطوكيا وبعد كتاخذ طياره اخرى. فاش كتمشي ليها كخصك عندك ثلاثه ديال الطرق، سواء انك تزوج وتصاوب اقامه، اولا دير استثمار بما يعادل 15000 دولار، استثمار بما يعادل 15000 دولار، اولا تحصل على شغل، انك تخدم معاهم في شغل، داك الشغل خصك مينيموم على الاقل تبقى معاهم مده 6 اشهر باش تصاوب الاقامه ديالك. ومن بعد ما تصاوب الاقامه في جزيره مونتيسيرات اللي هي تابعه لبريطانيا، كتخول لك داك الورقات اللي صاوبتي ولا الاقامه اللي صاوبتي على مونتيسيرات، كتخول لك باش تمشي لبريطانيا. وتمشي لبريطانيا كي كنقولوا بطريقه ليغال، شرعية وقانونية، وتما يمكن لك تطلب الجنسية البريطانية. فهذه طريقة سهلة باش تمشي لبريطانيا لا كانوا عندك صعوبات في الفيزا ولا في التأشيرة. فمونتيسيرات هي تستقبل الناس من جميع أنحاء العالم، لأن عندهم نقص في يد العاملة وعندهم سلالة الولادة نقصات، مابقاوش الناس كيتولدوا بزاف. فجزيرة مونتيسيرات مهددة بالانقراض، انقراض البشري. لهذا هما باغي الناس، خاصهم ناس اللي يخدموا مع اللي يمشيو عندهم ويتعايشوا معاهم باش يديروا التعمير. هما جزيرة مونتيسيرات باغيين التعمير، باغيين يعمروا المنطقة بالبشر وباليد العاملة. فللتأكد من الخبر غادي نخلي لكم رابط صندوق الوصف، ديما تنقولوا صندوق الوصف هو العنوان، كليكي على العنوان يخرج لك لو لينك او الرابط، كليكي على الرابط ديال الخبر وتحت منه كاين الرابط فين تعمر الاستماره. فاش دير ملء الاستماره ولا تعمر الاستماره، خاصك لي زانفورماسيون ولا المعلومات اللي غادي دير بهم ملء الاستماره يكونوا معلومات صحيحه، وتأدي لهم وثائق اللي هي وثائق اللي عندها مصداقيه وما يكونش فيه الاجل ديالها، شهر كشهاده السكنه، ك جو سي با، كالنيميرو ديال لاكارت ناسيونال، كالنيميرو ديال الجواز، يكون داكشي مضبوط. غادي يقدموا لك الفيزا ديالك ديال مونتيسيرات، لان كي قلنا عندهم نقص في يد العامله ونقص في البشر وباغيين يديروا التعميم. فلهذا هما مسهلين الفيزا، والفيزا للجميع، يمكن ان تطلبها من الانترنت وتحصلوا عليها، ولكن ما غاديكش لبريطانيا ديريكتومون، خصك تمشي لمونتيسيرات هي الاولى عبر طائرة من طوكيو، تمشي لمونتيسيرات ومن ثم غادي تقلب على عمل مدة 6 شهور، تصاوب الإقامة ديالك على مونتيسيرات اللي غتخول لك باش تمشي لبريطانيا. فاش تمشي لبريطانيا غادي طلب الجنسية. فهذا الخبر هو مؤكد وذو مصداقية، ما كنحطو لكم الفيديو وما كنحطو لكم الخبر حتى كنتأكدوا منه، حتى كنتأكدوا من مصداقية الخبر. ف بارطاجيو هذا الفيديو داكوغ، مرجو نشر الفيديو على نطاق واسع باش الاستفادة تعم الجميع.
ممكن تكون سبب باش تنقد شي واحد انه يكون هاد لافورماسيون لهاد المعلومه انها تحلي انه يهاجر ويكون مستقبله كيف تبغي الخير لراسك تبغيه للناس. تنتا شي مره شي واحد يبارطاج معك شي فيديو اللي تقدر تكون به مستقبلك او اللي يكون سبب في العمل او الهجره. فبارطاجيو هذا الفيديو هذا وزعوا هذا الفيديو هذا على نطاق واسع. الناس اللي مازال ما تابوناوش يديروا ابوني في لاشين باش يوصلهم الجديد. لا بغيتوا ناقشوا مواضيع الهجره اكثر من مواضيع فرص العمل خليوها لي في لي كومونتير باش نشوفوا المواضيع اللي غنناقشوا. والى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. خليت لكم راحه. الله يعاونكم.